وعرفنا ان البروناون او الضمير هو بديل الاسم، يعني احنا بنشيل الناون، بنشيل الاسم وبنحط مكانه البروناون او الضمير المناسب ليه. طيب يلا نبدأ بيك يا مريم، عشان هو كاتب مريم، انا هنا عايزة اتكلم عن مريم، عايزة اتكلم عن مريم. هي هنا مفيش أي حاجة تبين لي هي قدامي ولا مش قدامي، أنا عايزة أتكلم عن بنت اسمها مريم. شي يبقى هقول الأغنية بتاعتي هتكلم عنها هي 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 شي. نفسي تمام. طب يلا يا رودي، لو أنا عايزة أتكلم عن سمير. سمير هو هي هتكلم عنه هو 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 هي. تمام. طب يلا يا عمر، عايزة اتكلم عن هو ذكاء. هو هي ذكاء زكاة ذكاء ده غير عاقل وحاجة واحدة، لازم الغير عاقل ات دي لحاجة واحدة سينجلر. انت عارف دي سينجلر ولا برولر يا عمر؟ مفرد ولا جمع؟ البرولر ذكاء هنا فيها اس عشان نقول عليها برولر جمع ولا ما فيهاش اس؟ ما فيهاش اسم واي كلمه ما فيهاش اس في الاخر يعني هي مفرد دلوقتي كده، كلمه كات قطه واحده مفرد ذكاء. طيب بص يا مصطفى، اي اند انس، اي انا قلت لك ايه لما تلاقي اي، اي اند انس وي مصطفى، اي اند انس يبقى احنا وي. يوسف اند ياسين، يلا يا حبيبة يوسف وياسين. وي حبيبة لا وي مش وي وي، في عمرنا ما نستخدم وي من غير اي. هما دلوقتي يوسف وياسين بيلعبوا بحكيلك انت من غير اي، يبقى نقول عليهم هما الوحشين زي عشان مش بيلعبوا معايا. زين اي نقول عليهم ايه هما الاثنين؟ زين هما الوحشين زين زي. اوكي. طب لو انا عندي يلا يا يوسف، اي اند داد، اي اند داد، وي نقول علينا احنا الحلوين، انا بلعب مع بابا وبحب بابا يبقى احنا الحلوين. وي اي اتنين واي مش معاهم هما الوحشين زي، اي مع حد تاني احنا الحلوين وي. طيب يلا يا مريم، يو اند يور مام، يو اند يور مام يا مريم. زي لا مش زي، مش انا قلت لك لما تلاقي يو يعني انت ومامتك، انت ومامتك انتم، يو دي نحولها لمين؟ وي لا ليو برضو. فين وي ما تستخدمهاش من غير اي، يو ما وي ما بنستخدمهاش من غير اي، انت ومامتك يبقى انتم، انت ومامتك يبقى مين يا مريم؟ انتم انتم. طب يلا يا رودينا، ذا جيرلز، ذا جيرلز كلهم البنات، ذا جيرلز. هاي يا رودي، يا روحي يا يو بابا، يو ما بنستخدمهاش. انا هنا عندي يا رودي ذا جيرلز، وذا جيرلز جمع عرفناها من الاس، والميس قالت ايه؟ اي جمع ياخد مين؟ ذي. اوكي. طيب يلا يا عمر، لو انا عندي سهى، شي سهى يبقى نحط شي. برافو. طب يلا يا مصطفى، لو انا عندي ياسر، هي ياسر نحط هي. تمام. حبيبة لو انا عندي زادوج، زي برافو عليك، لان الميس قالت ايه في الجامعة؟ قالت ايه في الجامعة؟ اي جامعة ياخد زي زي. برافو. يوسف لو انا عندي ماي فريندز، اصدقائي، زي my friends برضو زي، لان الميس قالت ايه؟ اي جمع ياخد زي زي. طب يلا يا مريم، هدى
and ياسمينة. زي هدى وياسمينة بيلعبوا مع نفسهم هما، يبقى هما الوحشين زي، مفيش اي. بابيلا يا رودينا. كريم and you. كريم and you. يعني كريم وانت. زي لا، شايفة مين هنا موجودة؟ انت. يبقى كريم وانت نقول عليكم انتم، وانتم يعني مين انتم؟ يو يو. بالراحة تاني، ما تتلخبطوش. انا عارفة ان هي بتلخبط شوية. الفرق بين الزي واليو، الزي بتكلم على حد مش قدامي، يعني اي حد مش قدامي، هدى وياسمين، حد اتنين مع بعض، اي حد مش قدامي اتكلم عليهم بزي. طيب لو حد قدامي، لو حد قدامي كده في كده، يو هي اند يو، يبقى انتم يو. طيب لو عايزه اتكلم بقى عن وي، امتى استخدم وي؟ وي ما بستخدمهاش لما يكون معايا اي، انا وحد تاني، انا وحد تاني، يبقى احنا بنتكلم عن نفسنا. وطالما احنا بنتكلم عن نفسنا نقول احنا وي. العاقل لو كان جمع نحط زي، الغير عاقل لو كان جمع